مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم بدي اعمل انا وياكم 6 اصناف من الارنبيط الزهرة. انا نطبخ مع بعض 6 اصناف. لنبلش الطرق مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد الارنبيطات قبل ما اطبخهم قطعتهم وغسلتهم منيح. اول شيء عنا مي بالطنجرة، بدي احطهم على الغاز واغليهم. بدنا نغلي المي. كمان عنا زيت، بدي احطهم على الغاز واقلي قصمة من الارنبيط. عم نغلي المي على الغاز، وعنا كمان الزيت ليحمى تركينه. بدي بلش بالطريقة الاولى، حطهم بالفرن. بسم الله. هولي بدي اعملها طريقة بالفرن. اول طريقة بنبلش فيها بالفرن. حطينا الارنبيط، بقدونس، كمان برش ملح، زيت نباتي، ملعقة صغيرة شراب. هلا بحركهم منيح. كمان دبس الرمان بيعطي نكهة حامضة خفيفة، بتطلع كتير رائعة وطيبة، ما بتملوها. كمان شي خفيف من المي، حطيت حوالي ملعتين طعام مي. هلا بحركهم شوي. كمان على البخار، هلا الخليط كله رح يتحرك مع بعض، رح ينمزج مع بعض. بغطيهم بسنيطة بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. كمان بس حم الزيت عنا، رح حط اقلي أرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بتركهم هيستوي، بس غلت المي منيح. هلا بدنا نحط الأرنبيط. بسم الله. حطيتهم الارنبيط، بسلقهم مع بعض. كمان هيدا الارنبيط سلقته حوالي 7 دقايق. هلا بطفي الغاز ومنكفيه مع بعض. حطيت هون بالجاط حوالي 3 معالق طعام حامض، كمان رشة ملح صغيرة، وملعقتين طعام طحينة. هذا القصم اللي سلقته رح حط منه من هون. بعدهم سخنين. كمان نعمل منيح. بسم الله. هوني عم بعمل متبل الأرنبيط. رح حط حوالي 2 ملاعق طعام مي. كمان نعمهم على المكنة، بس انا عشان شوي صغيري ما حرزنين حطهم بالمكنة. هلا بحطهم بصحن.
بحط عرق نعنع صغير يعطي شكل. كمان بالحار شي خفيف بهيدا الشكل. هيدا الطبق الثاني اللي عملناه مع بعض. هلا بحط زيت زيتون. بسم الله. هيدا زيت الزيتون. نطبل القرنبيط. هلا بحطه على جنب لهيدا الطبق. بنكفي الباقي. كمان هيدا الطبق هول اللي بقيوا عندي المسلوقين رح حطهم. انا عم حاول اعمل شوي شوي. يعني انتوا اذا بدكم تعملوا اكثر ضاعفوا الكمية. بحط عليهم رشة ملح خفيفة. بهار. بسم الله. كمان عندي جبنة مازوريلا بحط على الوجه. هيدا الطبق صحي كتير. وسهل سهل جدا. بحط جبنة بهيدا الشكل. كمان هلا بحطهم بالفرن. هذا القرنبيط بعد ما قليناه هلا بنشيلهم من المقلة وبحط كمان فوج تاني. بنحط قسم تاني بقلي كمان. بهيدا الشكل عشان يخف الزيت المقلي منهم. كمان هلا برجع بحط قرنبيط وبقلي. هيدا الطبق بعد ما طلع من الفرن هاي سخن. هيدا الشكل النهائي. هلا بحطهم بصحن. بسم الله. الشراب اللي عليهم بيعطي نكهة كتير رائعة. شفتوا شكلهم شو حلو؟ كتير رائع. هيدي الطريقة كمان صارت جاهزة. هون عنا نص كوب طحينة. كمان بحط حوالي نص كوب مي. ثوم. ملعقة صغيرة ثوم. ملح. حامض. حوالي ملعقتين طعام. بخلطهم مع بعض. رح حط فلفل اسود رشة صغيرة. بخلطهم مع بعض. بسم الله. هيدي قرنبيط بطحينة. هلا بحطهم على جنب. كمان رح اعمل كمية صغيرة. بحط خليط طحينة فوق هولي. بحط عليهم رح حط كزبرة فوقهم. أنا هلا بحطها بالفرن. هيدا القرنبيط بالجبنة والقرنبيط بالطحينة طلعوا من الفرن. هلا بحطهم بصحن. هيدا اللي بجبنة
هيدي البجبنة، وهاي اللي بطحيني. هلا بحطهم بالصحن، وشكله كتير رائع. كمان هول رح احطهم بالصحن نفس الشيء. هيدي الطريقة، ثوم مدقوق ناعم حر مقطع بهيدا الشكل، ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم، ربع ملعقة صغيرة ملح، عندي كمان شوية كزبرة غسلتهم وقطعتهم بهيدا الشكل، ومنا نستعمل حامض. حط الكزبرة مع الثوم والحار، كمان الملح والكمون وحامض. حط حوالي 3 معالق طعام حامض، حركهم منيح مع بعض. هذه الطريقة كتير سهلة بس حرة، اللي عنده ولاد ما بنصحه بهيدي الطريقة، بس اللي بحب الحار بيعمل هيدي الطريقة. هلأ رح حط بعد حامض، هلأ بحطهم على الوش، برشهم عليهم بهيدا الشكل. واو عن جد كتير كتير هيدي رائعة، جربوها وفيكن تعملوها مع الباذنجان. مع رفقات لهيدي الطريقة. كمان هيدي الطريقة اليخنة اللي كنا بنعرفها، حطوا زيت نباتي شوي صغير زيت عشان القرنبيط، مقلي بالزيت كمان، كزبرة، لحمة، 7 بهارات رشة صغيرة، كمان بقليهم مع بعض على الغاز، بقليهم لتستوي اللحمة. هيدي اللحمة بعد ما قليتها بهيدا الشكل مع الكزبرة والثوم، هلأ حط حوالي 1 كوب مي كبير، بحط ملح، حطيت حوالي ملعقة صغيرة ملح، وبحط ملعقة طعام شراب. بسم الله. هلا بتركهم يغلوا مع بعض. اكيد بغطي الطنجرة. هيدي المرقة بس غلت مع بعض حوالي 7 دقايق، هلأ بدي حط القرنبيط المقلي فوقها. بسم الله. هيدي اليخني كلنا بنعرفها، هلأ كمان بتركن يغلوا مع بعض حوالي 4 دقايق وبطفي الغاز. هيدي اليخني بعد ما تركتها غلت 4 دقايق، هلا منطفي الغاز. هول الاصناف اللي عملتهم انا وياكم بالقرنبيط، عملنا مطبق القرنبيط، هيدي بالفرن قرنبيط بالفرن، سلطه قرنبيط مع حر وكزبره وثوم،
هيدي مع مازارولا حسيتها كتير صحية على فكرة. هيدي وجبة قرنبيط بطحيني. اخر شي عملت يخنة القرنبيط، كلنا بنعرفها هيدي اليخنة، وعجنب عملت رز. بتمنى تكون هالوصفات اللي عملت لكم اياها عم تعجبكم وعجبتكم هيدي وصفات القرنبيط. عملت لكم عدة وصفات عشان يلي عندها قرنبيط مثلا ملت من اليخنة بتقدر تعمل عدة وصفات، بتنقي وصفة من هيدول الوصفات وبتعملها. وان شاء الله بتمنى من جميع المشتركين التعليق على الوصفات اللي عم بعملها، وكمان بتمنى من المشتركين الجدد يشتركوا بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي يا حلوين.